يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Mi se nalazimo na stranici broj 12 treće knjige Fahmul Masmu al-Qismu Thani. Sanastami'u awwalan ila al-Masmu thumma ba'da zalika insha Allah ta'ala نقرأ نحن النص ثم نترجمه إن شاء الله تعالى. جيد، استمعوا الآن إلى هذا المسموع. الدرس الرابع، فهم المسموع، القسم الثاني. استمع إلى القسم الثاني ثم أجب عن الأسئلة. القرآن الكريم جمعه وترجمته. كان الصحابة رضي الله عنهم أول الإسلام أميين، لا يعرفون القراءة والكتابة سوى قليل منهم، ولم تكن وسائل الكتابة كالأقلام والأوراق متوفرة في ذلك الزمن. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لكتابة القرآن، هم كتاب الوحي، وكانوا يكتبون ما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات وسور أولا بأول. ومن كتاب الوحي زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وقد كتب القرآن كله قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن الكريم مرتين، الأولى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والثانية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان الهدف من جمعه أيام أبي بكر رضي الله عنه حفظه من الضياع لكثرة موت الصحابة حفظة القرآن في حروب الردة. أما الهدف من جمعه في أيام عثمان رضي الله عنه فقد كان توحيد النص القرآني، وحتى لا يختلف المسلمون في قراءة القرآن. جاء الإسلام لجميع الأمم، ودخل في الإسلام العرب والعجم، ولما كان أكثر المسلمين من غير العرب كان لابد من ترجمة معاني القرآن لجميع لغات العالم حتى يفهم المسلمون دينهم. ومن شروط المترجم فهم كلام الله وإتقان اللغة العربية واللغة المترجم إليها. جميل. فهم مسموع القسم الثاني. عنوان هذا الدرس هو القرآن الكريم جمعه وترجمته. جمعه وترجمته، ما معنى ترجمة؟ بريود. ترجمة يترجم، بريود تنجي. جميل. يقول كان الصحابة رضي الله عنهم أول الإسلام أميين. والإنسان الأمي، ما معنى الأمي؟ لا يكون كيوم ولدت أمه. عندما ولدت أنت هل كنت تعرف الكتابة والقراءة؟ لم تكن تعرف. فالإنسان الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أمي. وهكذا وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. جميل. كان الصحابة أول الإسلام أميين، لا يعرفون القراءة والكتابة سوى قليل منهم. أسم سوى كأسم، إلا قليل منهم. ولم تكن وسائل الكتابة كالأقلام والأوراق متوفرة.
وسائل الكتابة كالأقلام والأوراق متوفرة. ما معنى متوفرة؟ لا распространено متوفرة prisutno ona nešto što možeš nabaviti. Nešto što je moguće nabaviti, znači متوفر. أنت تتصل الآن بمحل تسألهم هل لديكم أقلام؟ فيقول لك نعم الأقلام متوفرة. متوفرة يعني موجودة عنده. في عهد الصحابة قال المؤلف لم تكن وسائل الكتابة كالأقلام والأوراق متوفرة في ذلك الزمن. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة لكتابة القرآن. هم كتاب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جماعة من الصحابة لكتابة القرآن الكريم، لأنه كان لا يعرف الكتابة والقراءة، فكانوا هم يكتبون. هم اسمهم كتاب الوحي. كتاب سو بيساري، مجنون كاتب. كاتب يدان كتاب، استو حافظ حفاظ. كاتب كتاب. الوحي يؤبيض. الوحي يؤبيض. وكانوا يكتبون ما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات وسور أولا بأول. كان الصحابة هؤلاء يكتبون الآيات التي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بأول. ما معنى أولا بأول؟ أدمه دريكتون شكتين من آيات السوابي أولا بأول. أولا بأول, أولاً بأول. من أرسل أسيح كانوا كده بيوضا زادني ويرات kada su Amerikanci 2013. godine napali Irak, tad sam bio u Kuvajtu i tad su Iračani iz nekog protesta gađali Kuvajt. Na Amerikanci gađali Kuvajt. I slali neke rakete tamo, morske rakete, pa neke ove tamo rakete, tako dalje. I onda su na vijesti, svi su se kanali, imali sam jedan stvar kanal, bio tada ono, vijesti samo. I onaj su, uvijek su govorili, kaže, mi ćemo vam dostaviti vijesti, evolen bi evolen. Jer u ratno doba se laži lagano šire. I onda su ljudi stvarno govorili, nemojte slušati svašta, sve što bude, mi ćemo vam reći evolen bi evolen. Odmah ćemo smo obavijesti. Znači, ne može niko doći haber da kao prije nas da vam kaže nešto. O men kutabil vahij, men kane jektubil vahije, Zaid ibn Thabit. Kitabetul vahij šerefun azim. Kitabetul vahij šerefun azim. Min haulaj ašurefai kane Zaid ibn Thabit radijallahu anhu, وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد كتب القرآن وقد كتب القرآن كله قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتب الصحابة القرآن كله قبل وفاة. وفاة اسمت موت. وفاة يستو موت. قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن الكريم مرتين. جمع سكبلين القرآن دوا بوتا مرتين. الأولى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والثانية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان الهدف من جمعه أيام أبي بكر. الهدف من جمع القرآن الكريم أيام أبي بكر حفظه من الضياع. حفظ القرآن من الضياع. ما معنى الضياع؟ زبرة. دالي شو значи да нешто الضياع ضاع يضيع значи изгубити нешто. الضياع е губљење дословно. Значи да се ребе изгубио Куран. Он био записан код асхаба, али није био скупљен у један све суре на едно место. Ебу Бекр радијаллаху анху то у своје доба урадио. لكثرة موت الصحابة. مات كثير من الصحابة في حروب الردة. حافظت القرآن في حروب الردة. أما الهدف من جمعه في أيام عثمان رضي الله عنه فقد كان التوحيد النص القرآني. أنتم تعرفون أن للقرآن قراءات. تعرفون أن للقرآن قراءات. فظهرت خلافات بين الناس. أحدهم يقرأ بقراءة حفص التي نحن نقرأ بها اليوم، والثاني يقرأ بقراءة ورش، فاختلفوا، فكادت تكون هناك معارك بين الناس. كيف يقرأ القرآن؟ هل يقرأ هكذا أو يقرأ هكذا؟
فالصحابة فهموا إذا تركوا الأمر قد تكون هناك حرب بين الصحابة بين من يقرأ القرآن مسلمان ما ترى ياك مثال أصلاً مسلم بسوجي تو نيم لاغانو رزميش i ovo u njihovo doba, znači kako se čita Kur'an i kako ovo, to je da se spriječe belaji i problemi. I jekul, faqad kane tauhide en nasil Kur'ani, ujedinjavanje kur'anskog teksta. Znači skupljanje i da se ljudi čitaju na isti način. Da ovo to bude službena verzija, da ove ostane budu priznate, ali, kao što sačemo na svi kirajati, koji su bili prisutni u to doba, ali da ima službena verzija da se ljudima to podučava da ne bi došlo problema poslije među muslimanima. Neki ljudi koji ne shvataju neke stvari, ne razumiju to, onda to uzmemo previše emotivno i napravimo toga probleme. وَحَتَّ لَا يَخْتَلِفَ الْمُسْلِمُونَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ جَاءَ الْإِسْلَامُ لِجَمِيعِ الْأُمَمِ وَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ مَنْ هُمُ الْعَجَمُ؟ نَحْنُ سْتَانْتِ الْعَجَمُ نَحْنُ سْتَانْتِ ولما كان اكثر المسلمين من غير العربي وهذا صحيح سبحان الله نزل القران باللغه العربيه والرسول صلى الله عليه وسلم عربي واكثر المسلمين عجم ليسوا عربا كان لابد كان لابد isto يجب لابد znaczy يجب او لازم او يلزم لابد سيسال نقول لابد znaczy treba. Kane la budde min terđemeti ma'ani el Kur'an il Kerim li džemiji lugati l'alem. Terđemeti ma'ani el Kur'an il Kerim li džemiji lugati l'alem hatta jefheme le muslimune dinehum wa min šurutil mu terđemi Harun. Hadi hi šurutu ke ente. Fahmu kelami Allahi. Fahmu kelami Allahi. وإتقان اللغة العربية واللغة المترجم إليها. اسمع كوكو بيتنا. دا تشوفي كرزومي عربي يزيك perfectno. دا رزومي تفسير آية. إتكون دا prevodi pod uslovom još jedni da zna svoj jezik perfektno. To su tri uslova bez kojih ne možeš prevoditi. Nekon ovom će malo arapski jezik i onda hoće da budemo tečim odmah. Ja sam molim ovako poziva nekada, baš me zovno preko Facebooka, tako nešto, kaže, našao sam kaže, grešku prevod Kur'ana. Poslušao 20-30 časova i našao grešku prevod Kur'ana. Šta je greška? Kaže, piše Alhamdulillah, Rabbil Alamin, piše sva hvala, pripada Allahu. Kaže, Alhamdu je hvala, Lillahi, pripada Allahu. Kaže, odakle je sva ovo izmišljeno, kaže, dodam neku riječ u Kur'anu. A on ne zna da to je El, ima značaj reči kul, kullu hamdin, lillahi, ne znam je dobro jezik, i onda već on otkriva greške u prevodu Kur'ana. Ali kad čovjek sazna ove uslove, mislim, ovo su minimalni uslovi, da znaš perfektno arapski jezik, da znaš perfektno onaj svoj jezik i da razumiješ što ćeš prevoditi. Nekada ajet ti ga ne shvatiš, ne znaš šta ćeš prevesti jer nisi shvatio uopšte onaj značenje. Znači, ja sam neki dan naveo primjer ovdje na arapskom jeziku onaj, kad smo bili, onaj, baš u vašoj grupi, kada je Musa Isra upitan za štap, govorili smo o tome tako. Oma tilke bi jeminike ja Musa, kada Allah pitao, oma tilke bi jeminike ja Musa. Šta je Musa sam rekao? Kale hija asaje, to je moj štap. Ete vakke u aliha, naslanjam se na štap i kaže, ete vakke u aliha, wa hušu biha ala ganemi. E hušu biha, heše je hušu znači nešto podrmati ili tjerati. Ali ova harfu džer ala, pokazuje da je to stvari, da je Musa sam koristio taj štap da dođe ispod nekog niskog rastlinja i drveta i da ga štapom, onaj, gore ima ona kvaka, prodrma da padne dole da mogu ovce jesti. To bi bilo pustina, nije to bilo travi kod nas da ga zvedna pašu ne sjedi. Nego moraš naći hrane, ba stoci. Možeš ti da liše dati da jedi i tako dalje. Kaže, u ahušu gane mi bi bilo da tera ovce. A hušu biha ala ganemi. Kaže, ovo harf džer govori da to znači, sad kad ti da ne razumiješ, pa ješ pogrešno, nas prevedeno pravilno. Jer naš prevodec je to razumio normalno. Ali kajem kad čovjek, eto ja nisam to razumio, dok nisam pročitao taj tefsir ajeta. Što je normalno da čovjek znači ne razumije. Sjećam se, sam bio u Sloveniji kao dijete. Prvi puta sam uzeo Bibliju u ruke. Ima tamo jedno poglavlje o Bibliji, kad čovjek sad ne razumije svoj jezik dobro. Piše, počinje poglavlje, kaže, o ljubljeni, ljubite se. Neko svako ljubi svakoga. Dijete s 15 godina šta razumije?
Razumiješ? Niđe veze, mislim, a to. Ne znaš svoj jezik i ti skontaš potpuno pogrešne stvari i kaže kako je ovo knjiga da Allah sačuva, šta je ovo, jesi ti vidio šta tamo pišu, ba razumiješ šta, da, a nigdje veze, razumiješ, značenje lijepo, onaj, perfektno, sve okej, okay, ali nepoznavanje svog jezika te dovede da sad ti reaguješ, da kažeš ovo nije tačno i neispravno. Džemil. Nerđiju ja ejuhel muterđim Harun ila esile. Ba'de en istema'te ja Harun إلى القسم الثاني أجب عن الأسئلة التالية أولا يا هارون التدريب الأول التدريب الأول أجب مما سمعت بوضع علامة الصحيح أو خطأ في المربع أولا يا هارون عرف العرب الكتابة قبل الإسلام خطأ هل قليل منهم قليل منهم نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان قال في حديث نحن أمة أمية نحن أمة أمية. ثانيا يا حسن. دون دون يدون. ديوان. كنا سبريه بيلو. زبيسيبتي. دون القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. كتب القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يا حسن فرق كبير بين القرآن والإنجيل. الإنجيل ما دون في حياة عيسى عليه السلام. متى دون الإنجيل؟ 150 سنة يقولون إلى 300 سنة بعد عيسى عليه السلام بعد رفع عيسى عليه السلام ليس موت عيسى عليه السلام بعد رفعه إلى السماء ثالثا يا نورغياز علي بن أبي طالب من كتاب الوحي نعم علي كان من كتاب الوحي صحيح رابعا هارون جمع القرآن مرة واحدة جميع القرآن مرتين يا حسن خامسا المسلمون العرب أكثر من المسلمين غير العربي هذا خطأ المسلمون العرب كمسلمين في إندونيسيا ومسلمين في الصين إندونيسيا المسلمون في الصين وإندونيسيا عددهم 350 مليون مسلم وعدد العرب لا أعتقد أن هناك هذا العدد الكبير تدريب الثاني أجب مما سمعت عن الأسئلة التالية باختصار نورغياز السؤال الأول أذكر أسماء بعض كتاب الوحي ذكر المؤلف أربعة أسماء لا أربعة الأسماء لكتاب الوحي علي بن أبي طالب أحدهم من الثاني عثمان بن عفان من الثالث زيد بن ثابت والرابع عبد الله بن مسعود أربعة أسماء أربعة أسماء وكان هناك آخرون من كتاب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وكان كذلك من كتاب الوحي كان هناك أكثر من أربعة المؤلف ذكر أربعة من كتاب الوحي السؤال الثاني يا هارون لماذا جمع القرآن في عهد أبي بكر لكثرة موت حفاظ القرآن ولحفظه من الفقد من الضياع نعم صحيح حفظ القرآن الكريم بسبب كثرة موت الحافظة القرآن ولحفظه من الضياع أو الضياع جميل يا حسن لماذا جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان جمع القرآن في هذا العهد ليمنع المعارك بين المسلمين كثرة القراءات والخلافات كثرة الخلافات في القراءات القراءات ما كثرت القراءات كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليمنعوا الخلافات بين المسلمين لذلك جمعوا القرآن ووحدوا النص القرآني وحدوا النص القرآني يا نورغياز لماذا تجوز ترجمة معاني القرآن لا دوزفلينو Zašto je dozvoljeno prevoditi Kur'an Kerim? Značenje Kur'ana Kerim. Nam, li jefheme el muslimune el ađem el Kur'an Kerim. Turđime el Kur'anu Kerim li jefhemehu el muslimune el ađemu. Hada sahih. Hamisen Harun, ma šartu men ju terđimu ma'ani el Kur'an je Harun. ثلاثة شروط الشرط الأول فهم كلام
كلام الله، فهم كلام الله جميل. الشرط الثاني إتقان اللغة العربية ممتاز. والشرط الثالث إتقان لغة المدرجة إليه. ممتاز ممتاز جدا. وهذه جمع الله هذه ثلاثة في باسم كركت، جمع الله فيه هذه الصفات الثلاث، فترجمته للقرآن الكريم ممتازة جدا. وقد ترجم القرآن الكريم قبله العلماء الآخرون، لكن ترجمة باسم كركوت اشتهرت أكثر من ترجمة غيره. عندما كان يكتب الإمام مالك كتابه الموطأ، ماذا قال له ابنه؟ قال له: يا أبي، لماذا تكتب الموطأ وقد كتب الناس الموطأ من قبلك؟ كانت هناك كتب اسمها الموطأ، كتبها علماء آخرون، وأنت تكتب الموطأ، لماذا؟ فقال: يبقى الأخلص، الكتاب الذي كتبته بإخلاص هو الذي يبقى. فبقي كتاب إمام مالك ولم تبقى الكتب الأخرى. وهكذا سبحان الله كتب ترجم باسم كركوت ترجمة معاني القرآن الكريم، وقد ترجمها علماء قبله، لكن بقيت ترجمته واشتهرت بين الناس، وكتب الله لها القبول. كان الشيخ ابن عثيمين يقول عن الإمام النووي: أدعو الله أن يكتب لي قبولا في كتاب واحد مثل ما كتب قبولا للإمام النووي في كتبه. أي كتاب كتبه الإمام النووي تجد له قبولا. فكتابه الأربعين النووية اشتهر وقد كتب الناس قبله وجمعوا قبله. كذلك كتابه رياض الصالحين اشتهر جدا. شرحه لصحيح مسلم اشتهر جدا، أشهر شرح هذا لصحيح مسلم. وكتابه المجموع في الفقه الشافعي أو المقارن كتاب مشهور جدا. فاشتهرت كتبه وكتب الله لها قبولا. التدريب الثالث: يا حسن، اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. جمع القرآن في عهدي: ألف أبي بكر وعمر رضي الله عنه، باء عمر وعلي، جيم أبي بكر وعمر وعثمان. جيم أبي بكر وعثمان، نعم. يا نرغز، ثانيا: جمع القرآن في المرة الثانية لي: ألف توحيد الوحي، باء حفظه من الضياع، وجيم كثرة موت الصحابة. توحيد الوحي، جميل جميل. ثالثا: ليس الوحي ليس الوحي نعم ليس من كتاب الوحي. ألف علي بن أبي طالب، باء عبد الله بن عباس، وجيم عثمان بن عفان. باء عبد الله بن عباس. السؤال الثاني: جمع القرآن في المرة الثانية، لماذا جمع القرآن في المرة الثانية؟ ما هو الجواب الصحيح؟ نرغز قال: ألف. هل تتفقون أن الألف جواب صحيح؟ هم كتبوا في الكتاب أن الجواب الصحيح باء لحفظه من الضياع، وهذا كان في المرة الأولى وليس في المرة الثانية. فأعتقد أن هناك خطأ في الكتاب، وأقرب جواب جواب نورغياز، أقرب جواب صحيح هو جواب نورغياز. جميل، سنقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا لغتي عربية الحسن بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية الحسن بأنك منطقي.